أجري أور. أجري أور عسلامة ومرحبا بكل المستمعين متاعنا على موجات راديو إكسبريس إف إم في البرمجة الجديدة متاعنا أجري أور. كل نهار اثنين نكونوا موجودين معاكم من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة، ونحكيو على الفلاحة، نحكيو كل جمعة على قطاعات جديدة، نحكيو كيف كيف اليوم على مشاريع زادة في النص ساعة الثانية. وكي العادة والعويد من الأول ناخذوا أن بورتخي من يخص اليوم الفلاحة، هذاك علاش نمشيو مع بعضنا لفقرتنا أجري بورتخي. أجري بورتري. أجري بورتري فقرتنا الأولى. ما قبل تقديم الفقرة متاعنا نشكر كل فريق اللي موجود معنا اليوم، سيرين حتيت في الإخراج، سيرين بن عمر في الإخراج الرقمي. في أجري بورتري اليوم نحكيه على المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير، هذاك علاش موجود معنا ممثل المندوبية اليوم سي محمد وهيبي. سي محمد مرحبا بك. بيك شكرا لك، صح بارك الله فيك، مرحبا بإذاعة إكسبريس إف إم، شكرا، مرحبا أخوة المستمعي إكسبريس إف إم. شكرا لك سي محمد على قبول الدعوة. في البداية خلينا اليوم ناخذ تقديم عام ما يخص الفلاحة بولاية المنستير سي محمد. شكرا. ولاية المنستير كما تعلم هي ولاية تمام من ناحية المساحة هي محدودة، حدود 160,000 هكتار. وهذا ما يمثل كان 0.6 بالمساحه الوطنيه، دونك مساحه الاراضي الفلاحيه اللي تهمنا اكثر هي في حدود 86,000 هكتار و470، ويتمثل 1.6% من المساحه الوطنيه. واضح. المساحه المحترسه كذا لصالح الفلاحه في الحقيقه اللي نجم نخدموها نجم نستغلوها في الفلاحيه هي 81.4000 هكتار. وتمثل 1.7% من المساحه الجمليه للوطن التونسي، المساحه السياحيه في المستوى الوطني. اذا هذه المعطيات اللي ما نحبش نحط برشا على الارقام، خاطر الارقام من المجتمع ممكن تخلقوا شويه. دونك العنصر الهام في المساحات وفي الاستغلال الاراضي السياحيه هو الزيتين. منظومه الزيتين. منظومه الزيتين تعد او تمسح 63.6 ألف هكتار. اي تقريبا 78% من المساحه الفلاحيه المحترسه. دونك هذا اللي نجم نقولوا له من اهم المنتوجات الفلاحيه ما يخص هي ولايه المنستير. المساحه الموجوده على المستوى المنشاه الفلاحيه. واضح. وتمثل 3.8% من المساحه الوطنيه. باهي برشا. هنا ثم تنوع، اذا نتحدثوا على الزيتون العادي، الزيتون البيولوجي في ولايه المنستير انتاج بيولوجي. واضح. بحدود 7600 هكتار. هي مساحات مصادقة عليها. به. وهي تعطي قيمة مضافة للمنتوج من حيث التعليم، من حيث كل معطى الجودة، من حيث الاسترسال، من حيث معناها الأنواع الأصناف الموجودة، بحيث هذيك تعطي قيمة مضافة للمنتوج. هذا العنصر اللي لازمناش نسووه. دونك في ريت نستير العنصر الثاني اللي هو زاد عنده أهمية كبيرة هو المساحة السقوية المجهدة. إيه. اللي في حدود 6250 هكتار. وهي اللي يميزها اكثر هي تقريبا 98% منها مجهزه بوسائل اقتصاد في مياه الري. باهي. اي ان فلاح ولايه المنستير يعتمد اساسا على الاقتصاد في مياه الري، هذا مش من تو، من زمان تو ومن عده سنوات الحقيقه بدات العمليه هذه، لكن خذات شوط كبير ياسر، قاعدة الدعم اكثر فاكثر لاعطاء قيمه هامه للماء كعنصر حيوي. واضح. هذا اليوم ما يخص اهم المنتوجات الفلاحيه ما يخص ولايه منستير. كان نحكيو يمكن زاد اليوم على اهم المشاريع الكبرى الجاريه، نجمو نحكيو زاد على ميناء الصيد البحري بتبلبه، كيف كيف وين وصل المشروع هذا، كان ناخذوا اكثر فكره معك اليوم سي محمد. كلمتين برك نضيفهم. طول السواحل في ولايه منستير هي 64 كيلومتر. واضح. دونك هذا عنصر هام، وثم خمسه موانئ منذ ولايه منستير، حتى على ميناء بلبة اللي هو من أهم الميناءات، وكذلك ميناء قالطة، مؤسسة مدينة، ميناء صيادة، ميناء عليها مواني عندها أهمية بالنسبة على المنطقة الوطنية. من أهم المنتوجات على مستوى الجهة عندنا البكورات، ولايه منستير تميزت ياسر بزراعة البكورات. ولايه منستير تحتوي تقريبا 12,000 بيت حامي. وهو يقابل 42% من عدد البيوت الحامي على المستوى الوطني. وهي تساهم معدل انتاج حدود 46,000 طن. واضح. هاي ما يقارب 40% من الانتاج الوطني. أوكي. هو خارج من المنستير. دونك هذه ولايه المنستير هي تعتبر المرتبه الاولى في هذا المجال. واضح. كذلك في تربيه الاسماك لاكواكلتور. اي. معدل انتاج سنوي في حدود 12,400 طن. 12.4
ألف طن. إذن وتمثل الإنتاج هذا يمثل 58% مقارنة بالإنتاج الوطني. واضح. العنصر الثالث في الطبيعة مربوط بتربية الأسماك هو الصيد البحري. إي. هو معدل الإنتاج يقدر 31,000 طن، وهي تعتبر كذلك المرتبة الأولى كما تربية الأسماك على الداخل الوطني، والنسبة مقارنة بالوطني 23%. واضح. نسبة الإنتاج جهة مقارنة بالإنتاج الوطني. واضح. هذا ما يخص كما قلنا اليوم أهم المنتوجات اللي موجودة. بالطبيعة ثم الزيتون كما قلت بشير سبق الزيتون عادي بلوشي، ثم البطاطا، ثم الحليب، ثم اللحوم الحمراء، ثم اللحوم الإنتاج والتمثيل راهو متنوع رغم كبر المساحة، ثم الرشاد، ثم الحيوية، ثم الديناميكية في الجهة، ثم إنتاج متنوع نساهم بها عن في ثلاثة أشياء على الأقل مرتبة الأولى تقل وطني، وهذا بطبيعة قاعد يدعم شيئا فشيئا إذا كانت توفر الظروف المناسبة. واضح. جوستومون اليوم ما يخص المنتوجات هذوما نحكيو زاد على مشاريع، مشاريع الكبرى الجارية، نحكيو على ميناء صيد البحري بتبولبة، ثم مشاريع أخرى كان نزيدو ناخذوا معك أكثر فكرة ما يخص المشاريع هذا سي محمد. المشروع كما كنت تحكي سيادتك موضوع المشروع ميناء صيد البحري بطولبة هو يخص شغال إصلاح وإعادة تهيئة ميناء صيد البحري بطولبة، هو مشروع وطني ومشروع وطني والتكلفة نتاعو في حدود 59 مليون دينار، 50 مليار تقريبا. هو الحقيقة قاعد يتقدم تو حسب معناها ملاحظة نسبة التقدم تقريبا حدود 90% تو التقدم، أي تقريب من أواخر السنة هذه بحول الله يكون جاهز. واضح. باهي برش. وهو مش يعطي دفع كبير ياسر لهذه منظومة الصيد البحري في الجهة. باهي برش. معناها عامل كبير ياسر سواء التسويق على مستوى الوطن الإنتاج على السوق الوطني سواء التصدير كذلك. واضح. لأنه معناها حيوية كبيرة ياسر على مستوى هذا الميناء واللي هو شعد صعوبات كبيرة اقتضاءات وكذا، دونك بحول الله الإشكالية أهم تكون باش تحل باش يكون دفع جديد للجهة. واضح. معلومة مهمة هوني كيف كيف سي محمد كنا نحكيه اليوم على أهم وأكبر التحديات اللي عندكم اليوم في ولاية مستير ما يخص طبعا الفلاحة. والله هو الحقيقة نجموش تحدثوا برشا على التحدي كله لأنه ثم برشا من بعض الإشكاليات مش تحاول باش نقوبها. الإشكالية هو الشح المائي اللي موجود اللي هو تقريب يخص الوطن تونس ككل. طبعا. لانه في ولايه مستير تميز اكثر خاطر لان اكثر كميات كبيره من الماء المنطقه السقويه خاطر نحكوا على نبانه على مساحات السقويه هنا بانه دي تتجاوز 2700 هكتار اللي هي ثروه بمياه من خارج الولايه. اذا مياه نبهانه. واضح. ونعرف الوضعيه اللي فيها نبهانه تويكا. مش من توا هو من عده سنوات تقريبا 7 أو 8 سنوات نبهانه في صعوبات كبيره. معناها ما وصلش لحد الامتلاء دونك قعد نقص كبير ياسر من سنه الى اخرى بخصوص تزويد بالمياه النبهانه. احنا راهو معدل الجهه تاع استهلاك الماء من على القطاع نتاعنا على مستوى على مستوى الوطني قطاع على مستوى كل سنه في حدود 7 مليون متر مكعب. لان الكميه دي قاعد تقل شيئا فشيئا نظرا كما قلت الوضعيه اللي فيها نبهانه. اذا اكبر اشكاليه نعانيها هذيك هو نقص مياه المياه الجريه. هذيك المشكلة الكبيرة هي معناها قاعد تعود في الأحيان قاعد ممكن تأثر برشا على المردودية وعلى المساحات المزروعة. رغم ذلك راهم اجتهدوا في الفلاحة بصفة كبيرة ياسر ومعناها وحاولوا باش يوظفوا كل نقطة ماء حتى مياه الأمطار تنزل في خلال الموسم يقع معناها جذبها ولا معناها شحن معناها امتصاصها وتعبيتها في الخزانات ومن بعد استغلالها. كذلك استغلال كل ما هو موارد سواء الادوار السطحيه رغم ان المياه مرتفعه شويه معناها تقريب كل ما هو موارد وقع استغلالها لتوظيفها للانتاج خاصه انتاج البكوات. واضح. هذا ما يخص اليوم التحديات اللي موجودين. كن نسرك في النهايه اليوم سي محمد ما يخص الافاق تاع الفلاحه اليوم في المنستير في النهايه شنو نجم نقولوا اليوم للمستمعين تاعنا؟ بربي كان تسمح نقطة بركة كذلك راهو فما بالنسبة لمنظومة التين الشوكي فما إشكالية كبيرة قاعدة موجودة هي حشا القرمزية هي راهي قاعدة منها تلج بصفة كبيرة في الجهة. واضح. وبعدها بما مش تأثر على منظومة كاملة منظومة اللي عندها دور كبير ياسر سواء على مستوى المنظومات البيئية سواء على الإنتاج سواء على الإنتاج الحيواني سواء على بالنسبة للأنشطة معناها ثم مش تأثر بصفة كبيرة ياسر المنظومات البيئية إذا كان تنقرض ما إن شاء الله إحنا نقولوا معناها الدولة قاعدة حاطة جهد كبير ياسر وتوفر اعتمادات في حدود 500 ألف دينار لمكافحة هذه الآسة
لكن يلزم مع كل جهود سواء المجتمع المدني سواء كل ما هو السلطه المحليه مستوى السلطه الجهويه معناها كل ما هو فلاحين لحد من تأثير هذه الآفة على هذه المنظومة. واضح الحل يجي من عند عموما ما يخص اليوم التحديات هذم الكل كان تحدي هذا بالأساس كما قلنا في النهاية كان نحكيه اليوم على الإفاق بتاع الفلاحة قطاع الفلاحي في المنستير سي محمد. وكما قلت لك توا بالنسبة للإفاق قطاع الفلاحة هو نجم نقول إذا كان حل بعض الإشكاليات خاصة بالنسبه للموارد المائيه اللي نلقاو حل فيما يخص تحليه ماء البحر او تحليه الماء المالحه اللي معناها ايجاد حاجات فلاحين على مستوى جيل. ايه. دونك بحول الله تحل افاق كبيره ياسر. واضح. دونك احنا السد انجاز سد الخزان البقاع الكبرى ورتب سد الخزان بالصعيد دونك هذا اذا كان على الاقل مياه اللي هو طرح الماء الشرب دونك تابع صنات اذا كان فريمون تم الاصلاح هذا في اخر وقت ممكن يخفف الضغط على قناه ماشيه من النجم بحيث يتم تزويد المنطقه على مستوى معناها باحسن طريقه ممكن استعمال انجاز محطه تحليه بسيدي عبد الحميد كيف عند تكون عند تاثير ايجابي على توفير المياه على مستوى الجهه فهمتي نظر كذلك يمكن بعث محطه نموذجيه لتحليه المياه للري المنطقه السقويه معناها محطه في الجهه هناك تطوير استغلال المياه المعادله في الاشجار الى اشجار مصر والاعلاف ممكن هذه كل نجم تكون حلول تعطي افاق كبيره ياسر للقطاع السقوي احنا نتحدث توا نحن توا نعيشوا تغيرات مناخيه دونك طبعا معناها كل ما هو مطري كل ما هو مطري انتاجيته محدوده تبقى ديما ما تطورش بصفه كبيره ياسر اما كي نضيفوا على الاقل الري معناتها الري والرشدو نحاول نكون احسن ممكن بحول الله تكون المردوديه احسن فاحسن ان شاء الله نجم نحسن يعني مستوى الجهه نجم نحسنوا حتى استقرار الفلاحين على في مناطقهم وفي ضيعاتهم ان شاء الله حول الله حياتهم معناها كريمه اكثر من مكان تعدي ان شاء الله هذا شنو نتمنى وشكرا لك سي محمد وهيبي اللي كنت موجود معنا ممثل المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه بالمونستير مازلنا موصلين معكم على موجه راديو اكسبريس اف ام عفوا بعد شويه اجري فوكس نحكيو اليوم على قطاع البطاطا تكون موجوده معنا مدام سنة عامري بابا يقعدوا معنا على موجه راديو اكسبريس اف ام.